في القاهره. ده مضحك يا جماعه، لازم كلكم تزوروه، مضحك المركبات ده من المتاحف النادره النوعيه. تروح المتحف عشان تشوف تاريخ المركبات، تاريخ الحاجات اللي الناس كانت بتركبها عشان تروح من حته لحته. ده متحف نادر جدا. كان عندنا دلوقتي المتحف اللي هو مثلا لو انت هتروح متحف الحضاره مثلا عشان تشوف تاريخ الحضارات المختلفه اللي عدت ومراحل الزمنيه والتاريخيه والاثريه اللي عدت على مصر في مكان واحد. يعني كل هذه الافكار تخش مرسى مطروح تلاقي متحف يجن. فانت لما تروح تصيف في مرسى مطروح خد من وقتك انت والعيله ساعتين وروح زور هذا المتحف. في وزاره الاثار فكره ان يبقى في امناء اثار هناك يشرحوا لك فكره ان انت تستطيع ان انت كمان يبقى في نوع من انواع التبادل الثقافي بينك وبين القطعه اللي قدامك. يعني انت لما هتقرا مش هتقرا بس المكتوب، احنا عندنا دلوقتي في متاحف بتخدم الساده المكتوفين. يعني عندك مثلا قصر الضرام تيمبان اللي في مصر الجديده، ومتحف الفن الاسلامي الرائع الفوق الرائع في باب الخلق امام مديريه الامن. وعندك متحف كمان عندك متحف المركبات. الثلاثه دول زائد حاجات كثيره جدا في المتحف المصري وغيره. يعني على الاقل نبدا بالدايره الاقرب، يعني نبدا بالمتاحف الاقرب لينا ان احنا نفكر ان احنا نزورها ونعرف عنها معلومات، يعني برضو قبل الزياره نكون عندنا خلفيه كده معرفيه عن المكان اللي هنروحه او نشا امتى، ايه اهم المقومات اللي موجوده فيه. في فيسبوك حلو قوي وعمل الوزاره، وانتوا عارفين ان انا اعمل في وزاره الاثار والسياحه اتشرف عنها، لكن انا شايف خلاص ان في فيسبوك حلو قوي عاملينه اسمه على الفيسبوك اسمه كده وزاره السياحه والاثار. ولا لو هتكتب كده فوق في جوجل ولا فيسبوك هتخشوا هتلاقي كم معلومات اللي هم حاطينها وكم الصور وكم الاعلانات وكم المعلومات الموثقه عشان ما تخشش ايه معلومه من بره او حاجه زي كده. زائد الافلام التسجيليه اللي هم عاملينها، افكار حلوه قوي في افلام تسجيليه باللغات المختلفه. زائد كمان ممكن تروح اثر وانت قدام الناس كمان تشوف اثر، لو انت مثلا بعيد او مثلا في فتره معينه مثلا ما عندكش القابليه انك تطلع وكده، عندك نص ساعه فاضي في البيت او في الشغل مثلا نص ساعه او ربع ساعه، هتخش تلاقي فيه زيارات معموله بالطريقه الفيرتشوال رياليتي اللي هي الطريقه اللي انت تمشي جوه الاثر عن طريق الشاشه وهكذا. يعني قصدي اقول لك خلاص مفيش حاجه بقى ده بعد مفيش حاجه للتكاسل وللتاخير. اللي عايز هيعرف وهيوصل. احنا دايما بنسعد بمداخلاتك ومشاركتك معانا على هوا الشرق الاوسط، اهلا بيك دايما الكاتب الاستاذ بسام الشماع كاتب المصريات والخبير في علم المصريات. شكرا لحضرتك، كل سنه وحضرتك بألف خير.